وينضم إلي عبر استديوهاتنا في مدينة الزاوية خالد شنوك نائب رئيس المكتب السياسي بالتجمع الوطني. سيد خالد أهلا بك. أهلا وسهلا بك أخي الكريم. نعم. تحية لك ولكل السادة المشاهدين. نعم. سيد خالد، يعني الدول الأوروبية يعني اعترضت كثيرا في الفترة الأخيرة على تدخل التركي في ليبيا وتواردت كثير من ردود الأفعال المحلية والدولية، كيف تعلق على هذا الموضوع؟ بالتأكيد أخي الفاضل وكل الأخوة المستمعون، أن أوروبا أو الاتحاد الأوروبي إن صح التعبير يعني تدخل مؤخرا بقوة عندما تدخل الحليف التركي في المعادلة، وكان تدخل الحليف التركي ضمن اتفاقية شرعية ومع حكومة وقعتها وقد سجلت في مجلس الأمن هناك، وقد ضايقهم هذا طبعا كثيرا، لأن أنت كما تعلم البيان الذي صدر مؤخرا من الخمس دول يعني اليونان ومصر والإمارات ومعهم العدو الصهيوني والأردن، هذه محاولة منهم أنهم يعني يستنكرون التدخل التركي ويحاولون تشويه هذا التدخل بأنه يعني لاستغلال الموقف الليبي ولزيادة تأجيج الصراع في ليبيا، بينما هم يعني لا ينظرون ماذا يفعلون للمجرم حرب حفتر وبماذا يدعمونه من سلاح ومن عتاد ومن مرتزقة من كل أنحاء العالم. فأوروبا لها مصالحها أخي الفاضل، فبالتأكيد يعني تحاول عبر هذا يعني التدخل أو مراقبة السلاح إن صح التعبير أن تضايق يعني تركيا بهذا العمل، وتحاول أن لا يأتي أو لا تطبق هذه الاتفاقية حتى يعني يجعلون معادلة بينهم وبين يعني في الصراع أن يكون الطرف الذي يواليهم هم والذين يريدون أن يحكم هذه البلاد حفتر بطبيعة الحال يريدون أن يكون هو الطرف القوي في أي مفاوضات قادمة. نعم. نعم. الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل قال أن عملية إيريني الأوروبية يعني لا تنحاز لطرف دون آخر، وإنما هي تطبق حظر توريد السلاح إلى ليبيا عن طريق البحر. ولكن يعني الكثير يتساءل أن مجرم الحرب حفتر يستورد سلاحه من طريق مصر وطرق أخرى، لماذا لا نشاهد مثل هذه العملية تطبق حظر توريد السلاح إلى ليبيا برا وبحرا؟ كما قلت أخي الفاضل، هذا يعني مخالف للحقيقة تماما. يعني عندما يقولون أن عملية إيريني يعني تحاول أن تراقب السلاح الذي يأتي عن طريق البحر، لماذا؟ ولماذا لا يراقبون السلاح الذي يأتي من عن طريق مصر وعن طريق السودان وعن طريق الجو من هناك وعن طريق يعني كل الحدود الأخرى؟ هذه واضحة مؤامرة واضحة أنهم أو أن المقصود منها هو يعني أن تركيا وهي تطبق هذه الاتفاقية يريدون أن لا تأتي بهذا السلاح أو بهذا الدعم اللوجستي، ويريدونهم بالمقابل أن يدعموا الطرف المعتدي وهو مجرم الحرب حفتر. كما قلت لك هم يريدون خلق يعني توازن أو خلاف كبير جدا في هذا التوازن أو في هذا الصراع، بحيث أن يكون الطرف القوي أو اليد الطولة هي لمجرم الحرب حفتر، حتى أنهم يمهدون إلى يعني عقد يعني مفاوضات قادمة بحيث يكون فيها هو الطرف الأقوى ويفرض شروطه، وخاصة إذا أخذنا في الاعتبار عندما لاحظوا اختلال الموازين القوة في الفترة الأخيرة هذه كما نعلم، يعني قد فقد حوالي 6 مدن في 6 ساعات في المنطقة الغربية ولم يتبقى له سوى قاعدة الوطية وهي مسألة وقت وبإذن الله سوف تسقط، وكذلك مدينة ترهونة، فهم يريدون يعني تلاحق هذا الوقت أو استدراك هذا الوقت حتى يبقى هو الطرف الذي يعني له كما قلت لك اليد الطولة في أي شروط قادمة. فإذا فقد هذه المدن وخاصة إذا فقد ترهونة وربما يعني وبإذن الله سوف تلاحقها يعني الجفرة والسرد، بذلك يعني يصبح الوضع صعب جدا على حليفهم وهو مجرم الحرب حفتر. فلهذا هم قاموا بهذه العملية، وبإذن الله لن تنجح هذه العملية. أطمنك أخي الكريم. نعم سيد خالد، يعني هناك ردود أفعال مختلفة لدول الاتحاد الأوروبي بخصوص الملف الليبي، برأيك إلى ما يرجع هذا الاختلاف؟ اختلاف واضح لمصالح تلك الدول، وإذا أردنا أن نفصل في هذه المسألة فإن فرنسا على رأس هذه الدول،
فرنسا الاستعمارية يا أخي الفاضل لن تنسى تاريخها وأطماعها في ليبيا وخاصة في الجنوب، وأنت تعلم، وكذلك إيطاليا. يعني نحن الآن حقيقة هذه أطماع يريدون أن يحققوها في هذا الصراع، وهي مسألة يعني توازن المصالح إن صح التعبير. فهم كانوا يعتقدوا في السابق أن حفتر هو الطرف القوي من خلال دعمه بالسلاح والعتاد والمرتزقة وإلى غير ذلك، فهم راهنوا على ذلك الطرف، وخاصة يعني فرنسا ما زالت تراهن على ذلك الطرف في دعمه، وفي يعني أن مصالحها كلها سوف تتحقق من خلاله هو. ولكن الواقع أثبت، وخاصة بعد يعني تدخل الحليف التركي، تغير المعادلة تامة. والآن ربما لاحظتم أن إيطاليا قد تغير موقفها من مجرم الحرب حفتر قليلا، يعني بدأت تدرك أن مصالحها في الغرب الليبي، فبدأت يعني تتغير في بعض الموازين أو في بعض المعادلات السياسية وبعض التدخلات التي كانت في السابق بشكل آخر، والآن تغيرت. أما فرنسا فلازالت الحقيقة أنا أقولها ما زالت تراهن على حفتر إلى آخر لحظة. فإن سقطت ترهونة وسقطت الجفرة والمنطقة يعني وسرت وأصبحت المنطقة الغربية كلها لحكومة الوفاق، عند ذلك أعتقد أن فرنسا سوف تراجع حساباتها وربما تغير موقفها، وكل الدول الأوروبية ربما تغير موقفها، إذا أخذنا في الاعتبار أن أمريكا يعني الطرف القوي في المعادلة، طبعا قد أعطى الضوء الأخضر للحليف التركي نظرا للتواجد الروسي وعصابات الفاغنر التي يعني ليست من المصالح الأمريكية أن تبقيها في هذا البلد، وهي الحقيقة نعم. منطقة نفوذ إن صح التعبير يعني للنفوذ الأمريكي والأوروبي. نعم أخي الكريم. نعم يعني سيد خالد، هل تعتقد في الأيام القادمة بالحديث حول الحليف التركي، هل برأيك سنشهد دعما أكثر سياسيا وربما حتى عسكريا يعني في الأيام القادمة؟ هذا واضح، هذا من يعني الاتفاقية تنص على ذلك، أن يكون التعاون الأمني في شتى المجالات، وكما قلنا هي اتفاقية شرعية وقانونية، لا يعني وهي فوق الطاولة كما يقولون، ليست يعني كما يفعل الطرف الآخر، يعني يكون دعمه كله من تحت الطاولة وبالمخالفات وبالمرتزقة وإلى غير ذلك. ولكن في هذه الاتفاقية يكون الدعم كاملا، يعني وقوف مع الحكومة الشرعية إلى أن تبسط سيطرتها على كامل التراب الليبي. ولعلكم لاحظتم أن التوازن أصبح واضحا لصالح هذه يعني الحكومة، حكومة الوفاق، وأن دخول طرابلس بالنسبة لمجرم الحرب حفتر أصبح أمرا مستحيلا، وحتى يعني داعميه أدركوا ذلك. وأنا أعتقد وكل يعني المحللين أن الأيام القادمة سوف تشهد تطورا واضحا وخطيرا، وأنه سوف يكون يعني فاصلا في هذا الأمر، وعملية يعني وقت ربما يعني لا أبالغ إن قلت عملية أسابيع سوف تتحرر المنطقة الغربية بكاملها، وسوف تتغير كل الموازين، وتنظر وينظر المشاهدون إلى هؤلاء الذين دعموا مجرم الحرب حفتر، سوف تتغير لهجتهم ولغتهم وفقا لمصالحهم، وسوف يعني يأتون إلى حكومة نعم. الوفاق، وبإذن الله النصر أصبح قاب قوسين أدنى. نعم الفاضل. نعم سيد خالد، بالحديث عن داعمي مجرم الحرب حفتر، يعني هناك عدة مطالبات تطالب بقطع العلاقات الدولية مع الدول الداعمة لمجرم الحرب حفتر، ولكن من جهة أخرى الرئاسي ربما لم يستجب لهذه المطالب، إلى ما تعزو ذلك برأيك؟ والله يا أخي الفاضل هذا اللغز الحقيقة لم نستطع أن نحل هذا اللغز ولم نجد له جوابا. يعني نحن كتجمع وطني ليبي ثوار 17 من فبراير يعني مارسنا كل صراحة الضغوطات وأصدرنا البيانات في ذلك، وأرسلنا الرسائل إلى المجلس الرئاسي ولكل السادة يعني صناع القرار، وأخبرناهم أنه يجب قطع العلاقات مع الإمارات، خاصة مع الإمارات. الإمارات بالذات هي منبع الشر، لأن مصر يعني هي عبارة عن وسيلة، يعني تأتيها الإمارات بذلك السلاح والعتاد إلى غير ذلك، وهي تأتي ممر من خلالها. يعني على الأقل يعني ما هي المصالح التي تربطنا بهذه الدولة؟ لا أدري يعني، وقلنا هذا مرارا وتكرارا، لا تربطنا بها أي مصالح، بالعكس يعني هي أتت لنا بالسوء وأتت لنا بالضرر وأتت لنا بكل ذلك، على الأقل يعني في المرحلة الحالية. وإذا لم تستطع المجلس الرئاسي أن يعني يرفع الدعاوى فيها في هذه الدولة إلى محكمة العدل الدولية، على الأقل يقطع العلاقات. هذا يعني أو ليست يعني أنتم كما تعلمون في الدبلوماسية هناك قطع العلاقات، أو ليست ربما يعني هناك أو ليست ربما علاقات شخصية وليست علاقات دولية هي من سببت
في تباطؤ قطع العلاقات؟ لا أعتقد أن هناك ضعف حقيقة في الأداء في المستوى وزارة الخارجية وكذلك المستوى طبعا المجلس الرئاسي. الحقيقة الحكومة لم تأخذ يعني قرارها الواضح، خاصة وأن ربما في الفترة السابقة كانت هناك بعض المؤثرات باقتراب المجلس الرئاسي، ربما بعض المستشارين إلى غير ذلك ربما كان لهم دور في هذا الأمر. ولكن الآن يعني ما لا أدري ما هو الضغوطات التي تجعل من المجلس الرئاسي لا يتخذ هذا القرار، خاصة وأن أصبحت القوى الفاعلة على الأرض يعني الثوار والجيش الوطني الباسل التابع لهذه الحكومة أصبح مؤثرا في ظل وجود الحليف التركي وفي ظل هذه الانتصارات وفي ظل تحقيق يعني كل ذلك العمل الذي يؤيد الشرعية. فيعني يفترض على هذا المجلس الرئاسي ولا هذه الحكومة أن تتخذ هذا القرار بكل سهولة في وسط هذه الظروف. ولكن ربما سمعنا بعض يعني المبررات يقولون أنه في حالة أن تم قطع العلاقات ربما الإمارات تعترف بالحكومة الموازية، ربما تعترف يعني بحكومة أثني وحفتر وكذلك. يعني هذا ما لن تستطيع الإمارات عبارة عن دويلة يعني بيدق من البيادق الموجودة من الدول التي يعني تحركها بعض المصالح الأخرى، ولا أبالغ إن قلنا مصالح الكيان الصهيوني تحركها وكذلك المصالح الأخرى ليعني شركاتها واستغلال هذه يعني البلاد في وكما فعلت أيضا في اليمن وغير ذلك من بعض الدول الأخرى. نعم أخي الفاضل. نعم أشكرك سيد خالد الشنوك نائب رئيس المكتب السياسي بالتجمع الوطني، كنت معي عبر استديوهاتنا في مدينة الزاوية، أشكرك جزيل الشكر.